مساء الخير وحلقة جديدة في دائرة الضوء على النهار اليوم. وطني حبيبي الوطن الأكبر. عبد الحليم هو بيغني الأغنية دي. الأغنية دي لما اتعملت في الستينيات، واحنا الجيل اللي هو عاش الفترة اللي كنا حاسين فيها ان رقبتنا طايلة السما الحقيقة في فترة الستينيات، لغاية ما جت يعني في يعني كانت أحلام كبيرة وحاجات كتيرة، انما في الفتره دي كلها اتعمل حاجات كويسه. الستينيات يعني اذا كنا بنتكلم، يعني ازدهار الفنون اللي كان موجود هناك في حاجتين. الحاجه الاولانيه ان المحبس ما كانش لسه اتقفل. محبس ايه؟ لان كان نظام التعليم ونظام التعليم اللي هو بيشجع على وسائل التربيه، فكان عندك انت مجموعه من الكتاب ومجموعه، يعني كان كل ده من المدرسه المصريه. المدرسه المصريه كان فيها وسائل التربيه التي يمكن ان تكشف عن كل المواهب، فكان عندك مواهب في كل حاجه، في كل حاجه، ومواهب جامده جدا كان في ازدهارها. لما تشوف عقاد، توفيق الحكيم، نجيب محفوظ، ناخد بقى طه حسين عشان بس ما ننساش حد، حكايه كبيره جدا. في الموسيقيين شوف مين، شوف المطربين مين، شوف الممثلين مين. كان فتره هائله جدا. طبعا النشيد بتاع وطني الوطن الاكبر، وانا دايما بقول برضو لغايه دلوقتي بفكر، يعني اخواننا الفنانين، يا جماعه انتوا ما بتغروش؟ معقوله من ساعه النشيد ده متعامل مش عارفين نعمل نشيد تاني؟ انما في كل الاحوال النشيد ده لما بسمعه دايما افتكر نفتكر هذه الفتره، نفتكر عبد الناصر، نفتكر الفتره المهمه جدا في حياه مصر دي، نفتكر ان التحديات اللي كانت موجوده، نفتكر لان النهارده بيخلينا نفتكر. النهارده 97 الرئيس عبد الناصر رحمه الله عليه اتولد في 15 يناير سنه 1918، 97 سنه دلوقتي على مولده، والنهارده برضه بيوافق 44 سنه على انتهاء العمل في السد العالي. السد العالي دي قعد 11 سنه، اكتر من 35 الف عامل ومهندس اشتغلوا لمده 11 سنه في منظومه السد العالي. تعالوا نشوف التقرير ده عن 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 السد العالي، عن عن الرئيس عبد الناصر، ونرجع لحضراتكم تاني. من هنا كانت البداية، من هنا بدأ الشعب الحكاية. على أرض أسوان دارت ملحمة بناء أعظم مشروع في تاريخ مصر الحديث، السد العالي. في 9 يناير من كل عام تتجدد ذكريات بناة السد العالي مع وضع اللبنات الأولى لأحد أضخم السدود في العالم. ذكريات يملأها مزيج من مشاعر الفخر بالماضي والأمل في المستقبل. خدنا المعارك كلها بتاعت السد العالي من أولها لآخره، وآخر الأيام روح تشكي المشروع القديم مش الجديد. فتحنا وعملنا علامات هناك، وعملنا حددنا الحتي، وعملنا قرية للنوبيين بعد المطار بخمسة كيلو. من الذكريات الجميلة أن الواحد كان تغاوي تصوير، فجبت كاميرا، وبعدين قلت لا انا هروح كل يوم ساعه الاستوديو عشان اطبع وبتاع، فجبت برضه جهاز طبع وتحميض، وبقيت ايه اعمل كل ده عندي في البيت. وبعدين بقى ابتدت هذا العمل، الا ان ايه كل زملائي في العمل في مواقع مختلفه من عمل السد العالي، حتى عندي صور لمراحل تركيب التوربينه من اول خطوه الى اخر خطوه. تحتفل محافظة أسوان يوم الخميس بمرور 55 عاما على وضع حجر الأساس لمشروع السد العالي. احتفالات هذا العام ستشهد تكريم بناة السد من أبناء أسوان وأسرهم. وضع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حجر أساس السد العالي في 9 يناير عام 1960 من أجل التحكم في تدفق مياه النيل والتخفيف من آثار الفيضانات على النهر. كما يستخدم السد البالغ طوله 3600 متر لتوليد الطاقة الكهربائية، حيث يعد أحد أهم مصادر الطاقة في مصر. أيام جميلة وربنا هيعودها تاني برئاسة الرئيس السيسي، هتعود رئيس فتاح السيسي، ربنا يديله الصحة، وإن شاء الله بإذن الله يبقى امتداد لجمال عبد الناصر وأكثر. ولنا مطلب إنه يعمل لنا دعوة لزيارة قناة السويس. بناء السد لم يكن بالمهمة السهلة، فبعد رفض البنك الدولي لتمويل إنشاء السد اضطر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إلى تأميم قناة السويس لتوفير التمويل اللازم، وهو ما ردت عليه بريطانيا وفرنسا بشن عدوان على مصر شاركت فيه إسرائيل.
حرب دفع الشعب المصري ثمنها من دمائه من أجل بناء هذا السد الخالد. الرئيس عبد الناصر زي ما قلت لحضراتكم مواليد يناير 15 يناير سنة 1918 توفاه الله، خرجت روحه إلى بريئها في 28 سبتمبر سنة 70. تاني رئيس مصر كان أول رئيس جمهورية مصر بعد إلغاء الملكية كان الرئيس محمد نجيب. الرئيس عبد الناصر كان هو تاني رئيس جمهورية وتولى رئاسة الجمهورية في سنة 56 وتوفاه الله في سنة 70. الرئيس عبد الناصر طبعا من ساعة قامت ثورة يوليو الحقيقة علشان خاطر ما ينفعش، إنما احنا هنجهز حاجة للمناسبة دي الحقيقة، مناسبة مرور 97 سنة على ميلاد عبد الناصر. ناس بتتفق ناس بتختلف، ده كله وارد وده كله يحترم، إنما اللي لابد إن احنا نتكلم فيه إن عبد الناصر كان أحد الرموز المهمة جدا في تاريخ مصر. نتفق نختلف نحب نكره دي ده موضوع، ونفسنا لما نحب ونكره ونعمل ما ندخلش الحاجات الشخصية بتاعتنا في التقييم الموضوعي للأمور. يعني حتى سد العالي ناس طبعا الإخوان المسلمين وغيرهم يقول لك ده اللي خرب مصر والكلام ده كله. أنا بعتقد أن لا، يعني السد العالي لا لا لا، لا لو النهارده في حكاية سد النهضة ديت ولولا وجود السد العالي كانت هتبقى في حوسة كبيرة جدا، يعني بحيرة ناصر المخزون اللي هو شايلنا ده ايا كانت الامور. انما السد العالي بما قدمه وبما قدمه من كهرباء مشروع هو اعتبر اهم مشروع في القرن اللي فات، كان على 122 مشروع متقدمين. السد العالي يعتبر الهيئه الدوليه للسدود وصفت السد العالي بانه اعظم مشروع هندسي في القرن العشرين والافضل على مستوى 122 مشروع هندسي عملاق اخر مولود. احنا عارفين ان السد العالي ده بيعتبر حجمه اكتر من الهرم 17 مره، هرم خوفو. السد ده باسم السد 43 مليون متر مكعب من الاسمنت والحديد، طوله 3 كيلو 600 متر، عرضه قاعدته 980 متر، عرضه القمه بتاعته 40 متر، ارتفاعه 111 متر. في الاول وفي الاخر كانت السد العالي كانت في الاول وفي الاخر كانت هي معركه اراده، وهي كانت معركه احنا نقدر وما نقدرش. نقدر ما دام نقدر نعمل ايه، عملنا السد العالي وان شاء الله عندنا مشروعات اخرى هتبقى على هذا المستوى وعلى هذا الحجم ان شاء الله نقدر نعملها. المهم كله ان احنا نعرف ان احنا نقدر عملنا ده في وقت ما كانش ما معناش حاجه، وفي وقت كان لما بيتعمل عليك تكتل كانت بتبقى صعبه، وشفت هم لما اتغاظوا منك عملوا لك 56. يعني نقدر ولا ما نقدر، وهو ده قيمه المصريين اراده المصريين. المهم ان يكون هناك من يقود، وطالما هناك من يقود وطالما هناك ان الشعب بيثق في من يقود هي دي العبره، وهو ده الموضوع. فباذن الله يعني باذن الله ان شاء الله هنعمل في حلقه، لان هي الفكره كلها لما نعمل حلقه لان في حاجات كتيره جدا تتقال، في حاجات كتيره كان المفروض تتقال عن السد العالي. يمكن يعني الدكتور نادر نور الدين وهو معايا هنا بيتكلم على السد العالي، ايه اللي عمله في الفتره اللي فاتت اللي عمل، يعني في حاجات كتيره تتقال سواء عن السد العالي او ان في حاجات كتير تتقال عن الفتره اللي فيها عبد الناصر. انا يعني انا هاخد من اخر الحاجات، هاخد من اخر الحاجات. احنا بنتكلم يمكن في السنه اللي توفاه الله فيها ان احنا يعني احنا بعد 67 فاكتشفنا ان احنا لما جت في 67 المطارات بتاعتنا ضربت كلها في نص ساعه، فما كانش عندنا دفاع جوي، كان عندنا بطاريات، كان مدفعيه، كان جزء من المدفعيه ودي بطاريات بيضرب مدفعيه على طيارات. ده كلام في يعني في المشمش عشان خاطر توقع طياره بالطريقه دي، الا لو كانت غاطسه قوي وطياطي قوي وطيار على قده يعني. فبدات من الذي سافر سرا الى الاتحاد السوفيتي كان عبد الناصر، سافر راح الاتحاد السوفيتي وعمل الاتفاقيه اللي هي بتاعه الصواريخ وعملنا ده. شوف بقى عظمه المصريين، جيش مصر اللي هو ابن الشعب المصري ده ازاي قدروا يتعلموا. وانت احنا بنتكلم بقى هنا على مساله كلها رياضه، رياضه مش رياضه فيزيكال، لا ده رياضه اللي هي رياضيات، حساب مثلثات وهندسه حاجات كتيره جدا في الدفاع الجوي والصواريخ والكلام ده كله. ازاي بقى ظباطنا قدروا يتعلموا والكوادر دي قدرت تتعلم في لا وقت قدروا يتعلموا ده؟ ازاي في لا وقت قدرنا نهضم المساله ديت؟ وازاي ان بعد فتره بقينا احنا نطور على حاجات منها؟ الى ان بقى عندك حائط عندنا حائط الصواريخ، وحائط الصواريخ ده اللي هو عمل في اكتوبر حدوته كبيره جدا جدا جدا. ده كان باتفاق ومجهود واتعمل خاطر ليه لناصر ان الاتحاد السوفيتي يعملنا ده. فانت ما كانش عندك سلاح خالص اسمه الدفاع الجوي،
ده مثلا ده حالة من الحالات اللي تتحسب أو تتقال في هذا الموضوع. أنا بتصور إن إحنا دائما أي حد في الدنيا أي دولة في الدنيا بيبقى عندها شخصيات زي دي، شخصيات التاريخ او العالم كله وقف قدامها. وتاريخ عبد الناصر طبعا كان في عدم الانحياز، وكان مثلا كانت الصين والهند قوتين رامدين جدا، كانت يعني كانت صداقه شخصيه وكان احترام شديد جدا، حاجات كتيره جدا. انا بعتقد احنا رايحين للسكه دي تاني ان شاء الله، ان شاء الله لما يبقى عندك حد عنده القياده وعنده الزعامه ديت وعنده الحاجات دي وعنده المصداقيه. اتعملت حاجات كتيره جدا احنا للاسف ما بنناش عليها، احنا يا اما تركناها يا اما خبطنا فيها يا اما فكره ان انا النهارده اي واحد بيجي اي انسان طالما انه انسان هيغلط هيصيب ويخطئ، دي مساله ما فيهاش هزار. طالما انه بيصيب ويخطئ يبقى احنا النهارده لما يبقى على مستوى ان هو زعيم، اي زعيم في اي حته في كل بلاد العالم هيصيب، له قرارات صائبه وله حاجات كتيره، هو ده كده، ده اي انسان في الدنيا كده. انما احنا دايما بنبص بس للغلط، زي ما احنا دلوقتي مش باصين الا كل حاجه سلبيه في البلد وكان مفيش حاجه ايجابيه. لا، كل واحد، لا، انما عبد الناصر ليه حاجات كتيره عملها كويسه الحقيقه، ولا اخطاء زي اي بشر زي اي حد. انما في كل الاحوال طالما انه في ذمه الله، وطالما انا بستفيد من الحاجات الكويسه دي ليه؟ عشان ابني عليها، وعشان خاطر ان لاولادنا. لازم احنا ما ينفعش كل حد من عندنا اول ما يروح كده نقطعه، ما هنبقى بلد كاننا بلد لسه مولوده امبارح، وكاننا بلا تاريخ، وكاننا بلا تراكم خبرات، وكاننا بلا اي شيء. انا اتعلم من الحاجات الغلط اللي حصلت، اتعلم، انما يبقى الرمز يبقى رمزا في كل المجالات. بقى بنتكلم في ده لان دي ذخيرتنا، هو الرموز اللي عندنا حتى لا توفاها الله دول باقيين، دول ذخيره بتاعتنا، دول احتياطي بتاعنا، ده جزء من الجينات بتاعتنا لسنين طويله جايه على فكره. يعني انا اتمنى حتى بقى في الخلاف ان الناس يقول لك اصل انا ده ناصري ده يا سيدي، احنا انا القبل ده وده لازم ابقى انا مصري، القبل ده وده كله انا مصري، تمام. وكل واحد من دول من ابناء مصر ليه حاول واجتهد واصاب واخطا، اللي اصاب فيه ربنا يجزيه عنه خير، واللي اخطا فيه ربنا يغفر له، هو في ذمه الله. بس نستفيد من الحاجات الكويسه ونبني عليها، ومن الاخطاء دي عشان ما تتكررش تاني. انما احنا عايزين لوك 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 في اللي فات، مش عايزين نتحرك قدام ابدا. رحمة الله على الرئيس عبد الناصر والدعيم عبد الناصر رحمة الله عليه، واتمنى ان احنا نستفيد من الحاجات الكويسة دي تبقى دافع لينا في الفترة دي، لان احنا محتاجين نستلم حاجات كتيرة ممكن من الحاجات دي كلها. طبعا الدكتورة لميس المفروض انها كانت تبتدي معايا الحلقة وخلفت معايا ولسه جايه طبعا، يعني هي على راحتها تتدلع، ما نقدرش نحاسبها يعني ضيفه، اطلعي يا بنتي عشان خاطر نقابلها، يلا.